رح توقع هيك. شو صار؟ شو صار؟ سكر الكتاب بكفي. اسمع شو بدي لك. قلي شو رأيك نحتفل شوي؟ ليش؟ شو يعني ليش؟ لأنه بكرة عيد ميلادك. ايه بكرة بابا. ايه بس نحنا رح نبلش نحتفل من اليوم. عندك شي مشكلة؟ لا تفكر كتير. ليك منحتفل بالسنة الجديدة بوحدو 30 الشهر. ليش؟ ومنجهز لعيد الميلاد من 24 كانون الأول. فليش ما منحتفل بعيد ميلادك قبل بيوم؟ ايه يعني إذا ما بدك نحتفل عادي ونحنا ما منحتفل كمان مو مشكلة. هاي كتابك، يلا خود كمل. بابا أنا ما كنت عم أدرس. لكن شو عم تساوي؟ كنت عم تتسلى بالكتاب؟ لا أنا كنت عم أدرس بس. رجعت تفكر مرة تانية. يا ربي ماشي الحال. خود افتح هالشنطة وشوف شو فيها. هدول؟ مشان شو هدول؟ هدول مشان تروح وتلعب فيهم بمهرجان الطيارة الورقية، وكمان مشان عيد ميلادك بكرة. لك معناتها روح وجيب شوية صمغ مشان نساوي الطيارة. يلا استنى استنى استنى، بتجيبه بعدين، أول شي تعشى. طيب حطي الأكل وهلأ منجي. ماشي. والبس تياب جداد؟ إيه؟ ليش؟ هاد احتفال، رح نعمل شي مميز بعدين منروح مشوار. يلا انهار.